إذن أحبتي، كنت معكم أنا في الحلقة السابقة وشرحت لكم عن هذه الأجهزة الرياضية، لأن أنا معكم الآن في هذا الحلقة الثانية. هذا الجهاز الرياضي سعره 126، هذا 194، 290. أجهزة يمكن موجودة بكل الدول العربية لكن لا أعتقد كلها. أجهزة جميلة رياضية، هذا سعره 300، هذا سعره 487. هذا مثلا 243، هذا 389. هذه للقفز مثلا سعرها 87، تقفز عليها فقط احيانا او اكثر احيان في للاطفال فقط. هذا للوزن 38 يورو. لدي آلات كثيرة، هذه للذين يلعبون الكاراتيه أو الضرب أو إلى ما ذلك، سعرها 150، هذه 77 للملاكمين يعني فقط الذين يلعبون الملاكمة. هذه أيضا تستطيع أن تقوم بضربها مثلا منفوخة من هواء شديد. هذه هنا نعم، هنا يوجد كل شيء، أشياء جميلة جدا و جميلة جدا. هنا أيضا لديك هذه الآلة، لا أعرف ما هي، تجلس على الأرض وتضعها على الأرض تثبت يديك ورجليك، والله لا أعلم. يوجد أجهزة كثيرة جدا للملاكمين، للذين يلعبون الرياضة الأثقال، ملاكمين. أنا لست مريضا لكن لدي حساسية من العطور ولدي أحذية الأطفال طبعا خاصة للرياضة فقط. ملابس 12 إلى 20، 25، من سنة إلى 6 سنين. هنا أيضا لكن بناتي، وهناك ولادي. هنا هذا الملابس للذين يرقصون هذه الرقصة. أحذية أو مو ليش أحذية، لا صحيح أحذية، لا أعرف شو بالي اسمها هذه اللعبة بالي. هنا لدينا الجولف، لعبته أنا الجولف، لعبة جميلة جدا ممتعة. هذه الشنط الخاصة بالجولف طبعا غالي جدا أشياء الجولف، هذه مثلا 150 يورو. حذاء خاص للجولف 43 يورو، 50. عربة خاصة للجولف نعم، ما أشاهد مع هذا الشيء لا أعرف. هذا تستطيع أن تقيس حذائك فيه كم حجم الحذاء الذي تلبسه. هذه عربات خاصة 130، 200. عربة خاصة تضع فيها أدوات الجولف نعم. أحذية، هذه مضربة الجولف أيضا، يعني في مثلا سعرها 600 يورو، في 800 يورو. واو طبعا أسعار غالية، 800 يورو كلها تقريبا أسعار غالية. لا أعرف هذه الأشياء.
هنا للصيادين الأسماك أو أي صيادين. نعم هنا فقط الأسماك. هذه أسعارها مثلا كم أسعارها؟ لدينا الأحصنة الذين يمتطون الأحصنة. هذه ملابس لهم خاصة، سرج للحصان، أسراج للأحصنة. أسعارها من 100 إلى 400 أورو، أنواع كثيرة جدا وأشياء خاصة يعني للحصان، لأكله، لنفاياته، لأحزمة، أشكال، أشياء كثيرة جدا. يمكنك أيضا هنا تجربتها، امتطاء هذا الحصان. السرج أيضا تستطيع أن تجربه. هذا طبعا نحن نسميه قشير، تربطه على رأس الحصان. يعني أحذية أسعارها غالية، لا ليست غالية، 30 إلى 50 إلى 80 تقريبا هذا الوحدة، أو لا والله في أكثر غاليات، خواذ مثلا. هنا تستطيع أن تقوم بتجربة السرج، تقوم بتجربة السرج، خواذ لي هذه الرياضة أيضا موجودة. هنا لدينا هذا، تستطيع أن تجرب الرطابات، الرطابات الرياضية، ملابس رياضية، أحذية رياضية موجودة هنا. هذا كله للأطفال، يتركنا منه نأتي نذهب إلى غيره. هنا للشباب، هذه الأحذية الرياضية المعروفة الغالية، أسعارها تبدأ من 30 إلى 80 أورو. أحذية هذه الرياضية، هذه مثلا أو هذه أديداس، كل الشركة، شنط خاصة. هذه أيضا ملابس لي الذين يلعبون على الجول، الجول. لكل شخص هنا يوجد أشياء خاصة، إن كانت ملابس، إن كان أي شيء. هذه مثلا للتدريبات، أشياء للتدريبات،
كل شيء موجود. هنا بيبنى الإسكوتر، الإسكوتر هذا الإسكوتر سعره 180 يورو. تستطيع أن تقوم بسياقته وتجربته وبعد ذلك تشتريه. للأطفال أيضا موجود، هنا مكتوب هي يعني بارك، تسوقه وبعد ذلك ترجعه هنا وتشتريه بدون موتور. هنا لديك هذه الرياضة حذاء الذي فيها الدواليب، أسعارها 50، 60، 70، 80. للأطفال موجود أيضا هذه الحذاء مثلا الذي فيها مثل السكين، حذاء التزلج موجودة أيضا أسعارها 50، 80، 90، 100، 150. أحذية كثيرة هنا جدا، لا أضيع تصوير فيها يعني لأنه أحذية شبه الاعتيادية. هنا ملابس من جديد للركض خاصة وإلى ما ذلك. هنا لأهل الطاقة أكل ومشروبات، هنا لأهل السباحة هذا الزورق سعره 240 يورو. للغطاسين، غطاسين يأتي، هذه فقط للذين يقومون بالسباحة بهذا الزورق، سعره 240. هذا لنفخه سعره 70 يورو. يوجد هذا، تستطيع أن تقف وتقوم بالسباحة 36 يورو. ليس السباحة يعني، لا أعرف ماذا أقول فيه. هذه جماعة الغطس مثلا أيضا أشياء كثيرة جدا، ملابس، أدوام، أشياء جميلة جدا، رياضات كثيرة. هذه الحذاء مثلا الزعانف 20-30 يورو. يجب أن تعملوا أنتم الذي تعيشون في الدول العربية، تعملون الزيارة إلى ألمانيا أو إلى أوروبا شهر واحد، تشتري المواد التي تريدها وبعد ذلك تقوم بالرجوع إلى بلادك، و يعني تأتي فقط للسياحة والشراء وترجع، يعني لا تعيش هنا مثلي لأنه العيشة صعبة كثيرا. لكن أن تتونس يعني نحن نقوم بالألمان شباس هابن وبعد ذلك ترجع. هذه طائرات الورقية 20-10 يورو
جد منها الكثير هنا للأطفال يعني. الكبار أيضا موجود هنا، كل شيء موجود يعني للأطفال وللكبار، كل شيء موجود هنا. أيضا للتسلق، رياضة التسلق، حبال وأشكال. هنا الذين يصعدون على هذا الحبل مثلا يقفون عليه هكذا، صعب جدا هذا. هنا تستطيع أن تتسلق، تجرب التسلق. أي شيء هنا موجود تستطيع أن تقوم بتجربته وبعد ذلك تقوم بشرائه. خيام هنا سعرها 120 130، ليست غالية. هنا أشياء للجيش أو الجنود أو إلى ما ذلك، أو للذين يقومون بالتخييم 20 يورو، 10، 30، 70. أضوية تضعونها في الرأس، شنط أو حقائب. جميل جدا، أشياء جميلة وتمتع نظرك فيها. يعني أتمنى أنه قد أعجبتكم أو تعجبكم الحلقة. هذه ملابس للتزلج. نعم، لكل الرياضات مثل ما شاهدتم موجود هنا كل شيء. هنا للتزلق في الثلج الذي يذهب إلى الآيس أو الثلج، أحذية خاصة أسعارها أيضا بسيطة 20-30. الحقائب، هنا الجاكيت 100-80-30. نعم طبعا، هنا تستطيع أن تقوم بعمل الشوبينج التسوق أنت وأنت يعني مع درجتك الهوائية، أحذية، موتورات، كل شيء موجود هنا. هنا هذه الزوارق الكبيرة تستطيع هنا أن تشتري هذه المخدات والفرشات الذي تقوم بنفخها وتنام فيها في أي مكان تريد. موجودة هنا أيضا هذه للتزلج، ألعاب التزلج على الآيس أو الثلج. هذه جميل جدا، هنا تستطيع يعني أن تقوم بتجربتها. أسعارها 150-180-200. هنا يعني موجودة أسعار رخيصة وأسعار غالية، نوعيات وماركات مختلفة. ملابس أيضا يا أصحاب التزلج. هذه الأطفال، الخوذ خاصة 20-30-40 يورو. أيضا ملابس خاصة. أتمنى أنه أعجبتكم الحلقة الذي عملت عليكم اليوم. حلقة اليوم حلقة كانت عن هذا المكان الذي يلعبون فيه جميع الرياضات، تجدون فيه جميع الأشياء الخاصة بالرياضات. مكان يعني كبير جدا في ألمانيا، برلين بالضبط، في ألكسندر بلاتس. هذا المكان اسمه في ألمانيا برلين، المكان اسمه ألكسندر بلاتس. نعم، فيه كل هذه الأشياء الذي قمت بتصويرها لكم. وبس أصوبيتكم، أتمنى أنه أعجبتكم الحلقة، حلقة اليوم. كان معكم أخوكم مصطفى العراقي من ألمانيا. لأريكم هذا الشيء قبل أن أنهي الحلقة. ثواني، هذه اللعبة جميلة طبعا، لدي منها في البيت، سعرها 20 يورو. ولديك هذه اللعبة الثانية، لعبة السهم، سعرها 50 يورو.
جميل جدا. يلا مع السلامة.